يربطوا ما بين الصلاة والصيام، إما أنهم يعتقدون أنه الصوم بدون صلاة هو صوم غير مقبول، وإما أنه يعتقد أنه الصلاة لا تكون إلا في شهر رمضان. الصلاة والصوم هما عبادتان مستقلتان، الذي يريد أن يصلي يصلي في رمضان وفي غير سائر رمضان، والذي لا يصلي لا يمكن أن نقول بأن صيامه غير مقبول فقط لأنه لا يصلي. الصلاة هي عبادة يومية، والصوم هو عبادة موسمية شهر في كل سنة، ولا يمكن أن نجعل أي ترابط بين الأمرين.